يسعدني أن أرحب بالسيد سالي كيبزابو رئيس وزراء تشاد. Your Excellency, you have the floor. السلام عليكم. السيد الرئيس، رئيس مؤتمر الأطراف بدورته 27، السيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات، حضرة أمين العام للأمم المتحدة، السيد الأمين التنفيذي للاتفاقية الإطارية حول التغير المناخي، السيدات والسادة، إنه لمن دواعي شرفي أن أشارك أنا وباقي أعضاء الوفد نيابة عن تشاد حكومة وشعبا في هذه الدورة 27 لمؤتمر الأطراف حول تغير المناخ هنا في شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية. في بداية مداخلتي اسمحوا لي أن أعرب عن عميق تهنية وشكري لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية لحفاوة الاستقبال والاهتمام الذي أحطنا به منذ وطأنا شرم الشيخ. ومن هذه المنصة أريد أن أعرب عن عميق تهنية لحضرة رئيس مؤتمر الأطراف في دورته 27، وكذا أيضا سلطات هذا البلد المضيف على حسن التنظيم رغم كافة الصعوبات. ومن خلال المشاركة في هذا الحدث العالمي نرغب في أن نطلع باقي أفراد الأسرة الدولية عن مشاغلنا في مجال المناخ وأثر المناخ على الأنشطة التنموية عموما والدول ذات الظروف الصعبة التي نحن جزء منها. السيدات والسادة، حضرة المشاركين الموقرين، تشاد دولة ساحلية لديها واجهة بحرية وأكثر من نصف الأراضي صحراوية. اقتصادنا يستند على الزراعة وتربية المواشي والموارد الهوائية والمعدنية. وفقاً للتوقعات المناخية فإن كل هذه القطاعات الاقتصادية إنما هي خاضعة لتغيرات المناخ وأثرها، وبالتالي فإن النتائج هي التالية: أولاً تآكل القدرة الإنتاجية للموارد الطبيعية مما يؤدي إلى الفقر والمجاعة، تدهور الأراضي وخسائر على مستوى التنوع البيولوجي، خسائر خصوبة الأراضي وتمدد الصحراء وتآكل مصادر المياه وتدهورها، وأيضا النزاعات بين المزارعين والمربين بسبب الرغبة في الحصول على الموارد الطبيعية مما يؤدي إلى مزيد من النزوح من الأرياف والمخاطر الإرهابية. وإذ ندرك خطورة هذه النظم البيئية والمجتمعات التي تعيش فيها وتحديدا النساء والأطفال والأجيال المستقبلية، فنحن قد شاركنا في مسار الحوكمة العالمية في مجال المناخ من خلال الانضمام إلى كافة الصكوك القانونية والمبادرات ذات الصلة. السيدات والسادة، حضرة المشاركين، من أجل المشاركة في الأهداف التي تقيد ارتفاع درجة حرارة الأرض بدرجة ونصف، فنحن قد اعتمدنا استراتيجية واقعية من أجل زيادة الطموحات الوطنية في مجال التكييف من خلال المساهمة طوعا مساهمات محددة وطنيا عفوا. وقد نفذنا جملة من الخطوات البارزة، منها إعداد 3 بلاغات وطنية حول تغير المناخ، إنجاز الخطة الوطنية للتكيف في مجال تغير المناخ، تطبيق برنامج عمل وطني في مجال التكيف مع
تغير المناخ، تكثيف حملات التوعية مع الجهات الفاعلة في مجال آثار تغير المناخ وتحديداً سبل التصدي له، فرض ضريبة لانبعاثات غاز الانبعاثات الغازية في مجال البنزين، وإنشاء صندوق خاص للبيئة، وإنشاء وكالة لتطوير الكهرباء في الأرياف والتحكم بالطاقة. ونحن نعمل من أجل تطبيق قطاع زراعي قادر على الصمود من خلال الخطة الوطنية لفترة 2017-2021، ورفعنا الضرائب عن مواد المرتبطة بالطاقة المتجددة، وحظرنا استيراد الملوثات العضوية الدائمة. وفي مجال التكيف، فإن تعزيز الثقافة الذكية وتعزيز الشبكات المناخية هي من أولوياتنا. نضيف إلى ذلك برامج وخطوات تهدف إلى حماية البيئة وإلى إدارة الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة، وإدارة أيضا المخاطر البيئية. وفي إطار التخفيف، التزمنا اعتماد الطاقات المتجددة بنسبة 20% في سياق إنتاج الكهرباء وطنيا بحلول العام 2030. وفي هذا السياق نحن إن البلدان المتطورة مدعوة إلى بذل جهود إضافية من أجل تيسير الحصول على الطاقة المتجددة من خلال توفيرها بكلفة أدنى من الوقود الأحفوري. ونضيف إلى ذلك ما قمنا به من حيث حظر استخراج ونقل وبيع الخشب على الأراضي الوطنية التشادية، واستبدال الغاز الطهو استبدال الحطب والأخشاب للطهو بالغاز المخصص لهذا الغرض. وفي هذا السياق نحن من الدول التي تعمل على القضاء على المواد المضرة للصحة والبيئة من خلال تقييد استيراد هذه المواد. وفي سياق هذه القمة المخصصة للمناخ، فإننا وعلى غرار بلدان أخرى عضو أعضاء في الأمم المتحدة، إنما نأمل أن نحقق خطوة دولية من خلال مساعي الأمين العام للأمم المتحدة وصولا إلى حشد الموارد الضرورية لتنفيذ اتفاق باريس والتوجيهات الصادرة عنه. السيدة والسادة حضرة المشاركين، في أفريقيا الوسطى تشاد هو آخر فسحة تحمي حوض نهر الكونغو، وهو بمثابة الرئة الثانية لكوكبنا. وهذا الحوض، حوض نهر الكونغو، يجب أن يحظى بالحماية من قبل الأسرة الدولية من أجل ضمان التنمية المستدامة والشمولية. وفيما يتعلق بمساهمة تشاد في الاستقرار والتوازن البيئي العالمي، أذكر هنا بعنصر بالغ الأهمية غير معروف من الجميع، أشير إلى الغبار من وادي بودلي شمال تشاد، الذي وفقا للدراسات العلمية إنما يساهم في استمرار غابة الأمازون الغنية بالمواد المغذية، والتي يتعين أيضا على الأسرة الدولية أن تديها اهتماما متزايدا للحفاظ عليها. وهنا أذكركم حضرات السيدات والسادة بأن بحيرة تشاد هو البحيرة الوحيدة للمياه العذبة في وسط الصحراء القاحلة، وهو بمثابة معجزة بيئية يعيش حولها حوالي 30 مليون شخص، غير أن هذه البحيرة تقسمها كل من نيجيريا والكاميرون، وبسبب أثار تغير المناخ اجتاحتها الرمال لمسافة
وأصبحت قريبة جدا من ضفاف هذه البحيرة. السيدة والسادة حضرة المشاركين، من دون رؤية مشتركة حول التصدي لتغير المناخ ومن دون التمويل ومن دون نقل التكنولوجيا لن نتمكن أبدا من التصدي للمخاطر التي تعترضنا في مجال تغير المناخ. ومن هنا من الملح والضروري أن نبين عن تضامن أكبر من أجل مواجهة المشاكل الحالية التي تترتب عليها هذه الظواهر، كما أنه علينا أن نعلم الأجيال الشابة ما هي المبادئ الأساسية في مجال البيئة. السيدات والسادة، اسمحوا لي أن أعلمكم أن بلادي تشاد قد نظمت منتدى كبيرا للمصالحة بعنوان الحوار الوطني الشمولي وذات السيادة، شاركت فيه كافة أطياف السكان وممثلي الهيئات العسكرية والسياسية والتشاديين في المهجر. القرارات المنبثقة عن هذا اللقاء ستتيح لنا المجال بتحقيق الأهداف التي نصب إليها، ألا وهي السلم المستدام، الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادي. السيدات والسادة حضرة المشاركين، لا يسعني أن أختم كلمتي من دون أن أذكر مجددا نيابة عن حكومة تشاد أن أشكر إذن حكومة جمهورية مصر العربية والأمانة العامة التنفيذية للاتفاقية الإطارية على هذه الجهود الجبارة التي أتاحت تنظيم هذه الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي. وأعرب عن عميق امتناني أيضا لكافة الشركاء التقنيين والماليين الذين ساهموا في جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي على المستوى العالمي، وهي جهود لا يسعنا إلا أن ننويها بها كل تنويه. شكرا.